فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسافر مع المسلمين صلاة الجمعة فهل له أن يجمع معها العصر جمع تقديم؟ لا ما له يجمع معها العصر، لأن العصر ليست من جنسها، ولأن ما ورد هذا عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، ما ورد هذا، دوروا لنا، بحثنا ما لقينا. نعم. وصدرت فيه فتوى من ذو 10 سنوات حياة الشيخ بن باز رحمه الله توقيعه أنه ما يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة. نعم.